عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، فيديو جديد، اخبار جديدة. قبل ما ندخل في الديتاي كيف العادة نحب نشكركم الناس الكل، ما نجمش نبدأ الفيديواتي ما غير ما نشكركم خاصة المدة هذه، الشيء اللي تعملوا فيه معايا حاجة كبيرة برشا. الفيديو الاخراني متاع المنتخب التونسي يخرج توندونس في تونس، حتى لتوا مازال توندونس، وصل الخامس في تونس توندونس يوتيوب، حاجة كبيرة برشا، شكر كبير، دعم كبير، حب كبير، نشكركم على الاخر ما خليتولي حد شيء، معناها باش نقوله بصراحة شيء كبير اللي قاعدين تعملوا فيه. حطيت دي زوبجيكتيف في الشين هذه، ولي زوبجيكتيف قاعدين يجيو بكري، دونك بيكم نزيد نقدم وبيكم نزيد نتشجع باش نعمل اكثر فيديوهات ونزيد نطور من المحتوى متاع الشين متاعي. وميساج للعباد الكل اللي يحب يوصل لحاجة في حياته يحط اوبجيكتيف يسعى لها ويخدم لها وان شاء الله يوصل لها بقدرة ربي. كيف فما ثلاثة كومنتيرات توقفت عليهم قالوا لي شبيك تصور ديما بنفس المريول، اسكو فما خير من مريول تونس؟ وقت اللي نبدا نحكي على تونس الفازة هاو الدراب وتونس، وان شاء الله ديما متألقين وديما منتصرين. بطبيعة تحية للعباد هذوما، كان ما جاوش يحبوني ما يعملوش كومنتيرات كيما هكا. ما نطولش عليكم اكثر، بطبيعة كان وصلك الفيديو اعمل جيم، كانك جديد في القناة اعمل ابوني خاطر فما برشا خدمة جاية في المستقبل، وما تنساش تفعل الجرس باش اول ما نهبط فيديو تجيك نوتيفيكاسيون. اول اخبار نبداو بها هي اخبار المنتخب التونسي، ونبداو بالتصريح نتاع رياض محرز اللي عمل الجدل دونك البارح خاصه بعد مباراه الجزائر ومالي اللي انتصر فيها الجزائر 1-0، وفي التصريح نتاعو شبه تونس باتليتيكو مدريد وقال معناه سهل انك تسيطر عليها لكن صعيب انك تماركي لها. بطبيعه فما برشا عباد باش تكذبني تقول لي غلط راه التصريح مش موجود، نتفرجوا مع بعضنا على التصريح. كوم لاتليتيكو مدريد دونك هذا هو التصريح، وربي يستر من الكوبي رايت. دونك كما شفتوا قال تونس هي اتليتيكو مدريد. لا خويا، تونس هي اقوى من اتليتيكو مدريد. ونكمل التصريح، منظر الكبير هو دييغو سيميوني، خلينا سيريو شويه. دونك التصريح هذا غشش برشا عباد، يقول لك قاعد فما برشا اساءه للمنتخب التونسي بما انه المنتخب هذا قاعد يعاير فينا انه ياسر نوخروا التالي. دونك هذه بصراحه كتونسي حقيقه نوخروا برشا ونلعبوا معناها برشا محظبين، اما الكاليتي موجوده، الحاجه اللي متاكد منها العباد اللي تسمع فيه حتى الجزائريين، في تونس عندنا الكاليتي، اللاعبيه موجودين، التكنيك موجوده، لكن التوظيف هو اللي مش موجود، ومنظر الكبير المدرب الوطني هو المتسبب في التكتيك هذايا. واحنا علاش توا متغشين تونس؟ على خاطر نشوفوا في ليكيب ناسيونال نتاعنا لازم تعمل خير من كيكا، وبطبيعه خايفين لا ما نترشحوش للكوب دي موند اللي هو اوبجيكتيف يطمح له العباد الكل. اما الحاجه اللي تحير في المنتخب التونسي في احنا التوانسه اللي احنا ما نتفاهموش، حتى نبداو مش في فورمه، حتى نبداو نغفسوا، حتى نبداو محظبين، حتى نبداو ما نلعبوش كوره ونلعبوا التيري ونلعبوا على الكونتر، لكن وقت اللي نجيو للرسمي تلقانا احنا التوانسه كي تشوف معناها المنتخب التونسي حتى تو في البريود الاخرى ديما الاولانيين في تصفيات كاس العالم، ديما الاولانيين في تصفيات كاس افريقيا، نربحوا في المباريات الكبيره، مباريات كلي المفاتيح. احنا الفيفا وصلنا وحيرناها ما فهمت شيء، ما فهمتش العقليه نتاع التونسي، الاولانيين معناها في العرب، الثانيين في الافريق صحيح، والحاجه اللي تبهت نجموا نربحوا لك منتخب كبير ونجيو كونتر منتخب معناها في افريقيا اللي هو متوسط والا اضعف منا ونخسروا. والحاجه اللي متاكد منها اللي وقت اللي تبدا فما مواجهات مباشره مع تونس والمنتخبات العربيه المغاربيه والا زاد حتى مصر بطبيعه المغرب وخاصه الجزائر، نربحوهم في المباريات المهمه. وكان تحبوا ترجعوا للتاريخ وتشوفوا المباريات المهمه شكون قاعد ينتصر فيهم بطبيعه، مثلا كان نحكي اكزامبل المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري، المنتخب التونسي هو عنده اكثر نسبه انتصار. دونك هذه هي العقليه التونسيه، ديما نحاولوا نحسنوا من الكاليتي والجوده نتاع المنتخب التونسي. وبطبيعه ان شاء الله المباراه الجايه باش نعمل عليها فيديو، باش نعمل على التشكيله المحتمله، نقدم زاده شويه المباراه شنو ينجم يصير، ومربوحه ان شاء الله المنتخب التونسي. واهم حاجه ان تتعدى في كنف الروح الرياضيه ونقعدوا في الاخر ديما اخوات، كلك سواء احنا تونس ربحنا ولا انتوما الجزائر خسرتوا. وملاحظه بالنسبه للماتش كونتر المنتخب الجزائري، شتكون صراحه فرصه كبيره لبرشا اللاعبيه باش ياكدوا معناها اسكو مازالت لهم بلاصه في المنتخب ولا كيف تيست كبير المنظر الكبير، شو نشوفوا التكتيك نتاع المدرب هذا اسكو تطور، اسكو قعد كما هو والا اسكو هذاك الموجود. نحكيوا تو على تحذيرات المنتخب اللي المنتخب بطبيعه اخذها راحه نهار الاحد، واليوم بطبيعه نهار اثنين وقت اللي نصور في الفيديو يرجعوا التمارين بطبيعه تحذيرات الزوز مقابلات الجايه كونتر منتخب الجزائري لو 11 جوان 8:30 نتاع الليل، كيف كونتر منتخب المالي اللي يلعب بطبيعه ضد
الجزائر لو 15 جوان. صراحة تفرجت على المباراة هذه الجزائر ومالي. المالي تخوف على الاخر، منتخب قوي، منتخب شرس، منتخب نجم يقلقنا احنا كتوانسة برشا. دونك ان شاء الله نخرجوا منها باخف الاضرار المباراة هذه، وان شاء الله على شلاه الانتصار كيف العاد. بما اننا نحكيوا على المنتخب، خلينا نحكيوا على حنا بعل المجبري. فما برشا عباد قاعده تشكك في الامكانيات نتاع اللاعب هذايا. صحيح عمره 18 عام، صحيح عملنا عليه بريسيون يمكن اكثر من عمره، بدنيا يمكن ناقص شويه، امل كاليتي معنا حاجة حتمية أنه عنده دي كاليتي نجم تهزنا لبعيد. وخلينا نشوفه بالفيديو الكاليتي متاع اللعبة ذي، وقت اللي تحط له اللاعب يفهمه، وقت اللي يبدأ يلعب في الباسات مع صاحبه، وقت اللي يبدأ يطلب معناها بين الخطوط حاجة تعمل 66 كيف. وإن شاء الله رب يستر من الكوبيرات. نتفرجوا مع بعضنا. دونك نشوفوا لي باس هذي صاحبه يلعب معاه في مانشستر يونايتد. تفرج التفاهم والتناغم في لي باس، قوة كبيرة برشا. تصور أنت كان نلقاه معناها لاعب يفهم حنا بعل المجبري، معناها حاجة نجم تكون قوية برشا ونوصلوا بها لبعيد بصراحة. دونك إمكانيات ممتازة، وهاكم تشوفوا في الإبداع صراحة والتفاهم الكبير. خبر آخر زاد يتعلق بالمنتخب التونسي، يحكي على إسماعيل الغربي. بما أنه الجامعة التونسية لكرة القدم تستدعى واحد من أفراد العائلة نتاعو بوه باش يتفرج في ماتش الكونغو الديمقراطية وتونس اللي تلعب مؤخرا. دونك تشوفوا تصاور مع بعضنا، معناها حركة عالمية كبيرة برشا من الجامعة التونسية لكرة القدم. طريقة نتاع كوميونيكاسيون باهية برشا، ماخذة بالخاطر. دونك استدعاو معناها والد اللاعب هذا، والده معناها عمل تصريح وقال اللي ولده معناها رغم اللي عمره 16 ولا 17 عام يلعب في باريس سان جيرمان، معناها عنده حب لتونس، وبالطبيعة ان شاء الله القلب يختار تونس، واكد انه القلب باش يختار كان تونس. بالطبيعة موهبة كبيرة برشا اللاعب هذا يلعب في باريس سان جيرمان، باش تأكد الموهبة هذه. باريس سان جيرمان السنة في الشامبيونز ليغ استدعاو اللاعب هذا في قائمة مع جموع الكل. دونك تأكد لك الإمكانيات الكبيرة متاع اللعبة ذي والثقة اللي عندهم في اللعبة ذي. عملت عليه بطبيعة فيديو وحكيت عليه مش أول مرة. دونك هذه تصويرة متاع الفيديو تنجم تفرج عليه كي تنزل على اللين الفوقاني. خبر آخر يتعلق بالمنتخب التونسي وخاصة تاريخ المنتخب التونسي. بما أنه فما سيت اللي هو 90 دقيقة 80 دي مينوت حكى على يمكن 10 لاعبين دوليين التونسيين الأسطوريين في القرن 21. فما 10 ملاعبية نذكرهم، وتنجموا تدخلوا السيت هذا تلقاو اللين في الديسكريبسيون. كل لاعب باش نقولوا توا حكاو عليه عملوا عليه باراجراف صغيرة. دونك فما نوع من التمجيد، كيف كيف شوية احصائيات. دونك اللاعبين هذوما هما حاتم طرابلسي، الياس الصخيري، زياد الجزيري، كريم حقي، عادل السليمي، خالد بدره، راضي الجعادي، دوسونتوس بطبيعه، يوسف مساكني، وهبي الخزري. دونك هذوما العشرة الملاعبيه احسن ملاعبيه اللي قدموا معناها برشا للمنتخب التونسي. فما ملاعبيه يمكن ما يتفقوش عليهم برشا عباد، لكن هذه هي الاحصائيات شعطات. وتحب ولا تكره الملاعبيه هذوما حتى كان توا طايحين في النيفو نتاعهم في فتره معينه عطاو برشا للمنتخب. اخر خبر نفاو به فيديو اليوم هو على الميركاتو بطبيعه، الياس الصخيري بعد ما كولن حط معناها الياس الصخيري للبيع وحدد السعر نتاعو 20 مليون دورو، نادي اشبيليا يرغب بشده في انتداب اللاعب هذا. وبطبيعه المدير الرياضي نادي اشبيليا اللي هو اسمه مونيتشي يحب على اللعبة ذي بطبيعة. فما تقارير إسبانية تقول الشيء هذا. علاش ليه دونك يمشي الصخيري؟ ننتظره في صفقة كبيرة برشا للعبة ذي، خلينا نزيدوا نفرحوا أكثر وأكثر، وإن شاء الله بالتوفيق. دونك هذا هو الفيديو متاع اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. هاكم تشوفوا فما برشا حاجات ياسر مزيانة. نشوفكم فيديوهات جاية بالتألق المنتخب التونسي. نقول لكم بسلام.